ينص المشروع على معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع أو أسئلة أو أجوبة الامتحانات النهائية لمستويات التعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التكوين والتعليم المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية قبل أو أثناء الامتحان أو المسابقة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 100,000 إلى 300,000 دينار جزائري، ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات السالفة الذكر، وذلك قصد تجريم جميع الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات. وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير وتنظيم وتأطير الامتحانات والمسابقات أو الإشراف عليها أو باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو عن طريق تصميم مشترك بين عدة أشخاص أو إذا أدت إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة. كما ينص المشروع على مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة والأموال المتحصلة منها وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.